يا دكتور ده ما يعيشوا ويتدلعوا ويعيشوا وينبسطوا، وطول ما انا قادره اساعد اساعد، وطول ما انا قادره اعمل سبورت اعمل سبورت، ايه المشكله؟ طيب حلو قوي، في فرق بين ان انا اعمل مساعده لابني وان انا ادلله. طيب خلينا نقول ده وده، يعني على الاعتدال. ايه اللي بيحصل اوقات بنبدا حياه ولادنا صوره منقمه، اللي هو ايه، دايما اضحكوا في الصوره، اتصور غصب عنك، كخه يا بابا، عيب يا حبيبي، لما تكبر هتفهم، هو كده وخلاص، نغز زغرة العين اللي بنعملها واحنا صغيرين، كل دي مالها دي في التقاليد ادبيات الامومه موضوع زغرة العين. انا دايما بقول احنا بنطلع جمل ناقصه، بنطلع اولادنا مش عارفين يجربوا، انا خايف ابني يجرب، رغم ان لحد قبل دخول المراهقه لحد 9 سنين المرحله دي استكشاف، نفسي اعمل، نفسي اجرب، بعد كده بتخش ممكن تخش فيها في المخاطره في المراهقه، بس هو نفسه يجرب، فانا بطلع السيناريو بتاعه اللي هو ما يجربش اي حاجه. طيب انا دايما بقول ان احنا لازم نبدا نديله وعظ ديني، ولازم نبدا نتابعه، يعني بيبدا من هو صغيرين ما ينفعش يمسك الكوبايه السخنه، يعني واحد انا مش شايف واحنا صغيرين تفكيرنا احسن، انا اقدر اعمل ده، فانا بقتل فيه ان اقدر، ينفع نط من حاجه عاليه، واحنا صغيرين بنفكر انا اقدر اعمل ده، مش بشوف توابع الحاجه، فلو جرب وانا جنبه، طبعا انا بتكلم في حاجات طبيعيه، لو عايز اجرب لعبه معينه، عايز اجرب شيء فلاني وانا جنبه، يتلسع وهو صغير بس هو قدامي، فاقدر اعرف اتعامل مع الموقف. يعني كان في طبيب نفسي ودخل كليه الطب عشان موقف صغير، لما امه والدته لما وقع الازازه بتاعه اللبن واتكسرت ما زعلتلوش، بعد خليته يساعدها في لم اللبن وهي لمت الازاز، وعلمته ازاي تمسك ازازه فاضيه وازاي تمسك ازازه مليانه، ازاي نتعامل معاهم، هي دي المشكله. بس احنا بنعمل القمع اللفظي او البدني، لا الاكستريم اللي هو انت ما تجربش. ممكن لحظه يا دكتور؟ اتفضل. عشان دي حاجه اصيله عند اي ام مصريه منا، لو ابني اتكسر كوبايه لا ما فيش وهو صغير هتقولي له ايه؟ فداك يا حبيبي ولا لا؟ ان شاء الله ما يكسرش حاجه. حضرتك بتتكلم في مثل وحاجات يا يعني دكتور، ازاز مش يا دكتور، الله يبارك لك يا دكتور، كوبايه ايه اللي تتكسر وازاز ايه كده؟ طب اقول عارف ده، ما احنا كده احنا عاوزين نربي الام والاب اولا قبل من نربي الابناء، وده حقيقي، احنا لو عايزين نربي اولادنا المفروض نربيهم قبل ولادتهم ب 20 سنه عن طريق تربيه الاب والام، هم انتاج لينا، هم الصوره بتاعتنا. بعرف امسك الازاز كويس قوي والله الحمد لله. هو السؤال اللي احنا المفروض نساله فعلا، هل ولادنا قاصدين يغلطوا؟ في الاول طبعا. لا، على حسب رد فعلك خالص، هم بيجربوا بيستكشفوا، يعني اقول لك حاجه، الولد والله يا دكتور في الاول وفي الاخر، يعني ما اعتقد وانا كبير دلوقتي لما انا بعمل حاجه غلط انا عاملها نوع من انواع الريسك، ربما تكون مكاسبها اكبر بالنسبه لي لو جت صح، يعني هو صغير استكشاف صح. طب انت هتعمل ايه لو كان من شخصيتك خجوله وانت قمعته، كوخ يا بابا، عيب يا حبيبي، ما تعملش كده، زي بالظبط انت بتطلب ان الطير يطير بغير جناحات. طب خليني اديك 3 امثله الاهل ساب لهم فرصه ان هم يجربوا، نيوتن، التفاحه نزلت عادي جدا، الاهل دايما بيزقوا، عمل قانون الجاذبيه، ارشميدس لقى المايه خارجه بره المسار او المساحه بتاعته فعمل قانون الازاحه صحيح. شكسبير كان والدته اميه لا تقرا ولا تكتب، باباه جزار، ما افلاطون اتعلم القراءه وهو عنده اتعلم اللغه العربيه وعنده 45 سنه، بس في اهل دايما بيخلوا ولادهم يستكشفوا مش يخاطروا، في فرق بين المخاطره والتهور.